السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتحدث عن طريقة تنصيب برنامج أسل. هذا البرنامج هو برنامج ويب أبليكيشن خاصة بإرسال الإيميلات، كما أنها تتميز بخصائص رائعة جدا وأنصحكم به بشدة. سعر شراء المنتج الرئيسي من الشركة هو $64، وهو صراحة يستحق أكثر من هذا الثمن، لأنني سبق وأن جربت كل مميزاته وهو جد رائع بشكل يعني رهيب جدا. إذا كنت تريد أن تشتغل على الإيميل ماركتينج فأنا أنصحك بهذا التطبيق. لذلك ارتأيت أني سأقوم بوضع فيديو كامل لطريقة تنصيبه على سيرفر، لأنك إن اشتغلت على هوستينج عادي، مثلا إذا أخذت هوستينج خاص بنيمشيب أو هوستجيتر أو بلو هوست أو أي مكان آخر، فلن يشتغل معك بنفس البرفورمانس، يعني السيرفر يكون أقوى، السيرفر الشخصي يكون أقوى. لذلك سأقوم بشرح طريقة تنصيبه بالكامل، وكذلك من أين سنأخذ السيرفر. سنأتي إلى هنا، هنا ستقوم بعمل New Order وسوف تأخذ لينكس VPS كما ترى في الصورة. هناك رابط لتخفيض بنسبة 50% ستجده في الديسكريبشن الخاصة بالفيديو، يعطيك تخفيض 50% من عند أول شراء خاص بك بأي سيرفر. بالنسبة للسيرفر الذي أنصحك بالاشتغال عليه، فأفضل سيرفر هو لينكس 8 بقيمة 10 أورو في الشهر، وهو يتميز ب 2 CPU 2.60 ورام 8 جيجا بايت وستوريج 80 جيجا بايت. هذه الكونفيجريشن رائعة جدا. يمكن أن يشتغل على كونفيجريشن أقل، لكن من أجل ستابيليتي أو من أجل اشتغال جيد للسيرفر، خاصة إذا كنت ستقوم بإرسال كميات كبيرة من الإيميلات، نتحدث عن أكثر من 100,000 أو 200 أو 500,000 إيميل، فأنصحك بهذه الكونفيجريشن. أما إذا كنت سترسل كمية أقل، كمية مثلا خاصة لا يعني لا تتعدى 40,000 أو 30,000، فيمكنك الاشتغال بهذا النظام. بالنسبة للبيمنت، ستقوم باختيار بيمنت سنوي. بالنسبة للبيمنت السنوي فهو أرخص، كما ترون الثمن هو أرخص، يعطيك تقريبا شهرين فرق. لذلك إذا قمت بالاختيار اخترت بيمنت سنوي حتى لا تنسى وقت الدفع، وإذا تأخرت عن يوم واحد عن دفع الرسوم الخاصة بالسيرفر فسوف يتوقف وستضطر إلى الشراء مرة أخرى، وهذا يعني سيضيع عليك مجهود كبير، وكل داتا التي وجدتها على الحساب ستكون قد ذهبت. سأريك فقط طريقة الاختيار، سنقوم فقط حاليا هذه فقط، تتبع معي طريقة اختياري. سأختار هذا الاثنين، أذهب إلى continue. لينكس كما قلت لينكس VPS، ليس ويندوز أو أي شيء آخر، أرجوكم ليس ويندوز أو أي شيء آخر. هنا لا تهتم بأي اختيارات أخرى لا نحتاجها، هذه الأمور يمكنك إضافتها. مثلا هنا ديلي أمويك للباكاب، يعني يساعدك على وضع الباكاب في حالة وقوع السيرفر أو أي شيء يمكنك إضافتها. 5 time faster SSD storage، سرعة أعلى لل SSD يمكنك أيضا، هذا فقط أورو. 1 جيجابايت بور سبيد كذلك، هذا أورو، يعني كونفيجريشن تساعدك على رفع قوة الكونفيجريشن، لكن الثمن يرتفع إلى 6.99 أورو في الشهر الأول. الثمن يكون أعلى من هذا إذا لم تستعمل الكوبون أو الرابط موجود في الديسكريبشن، سيكون الثمن أعلى من هذا. طيب سأقوم بإزالة كل هذه الأمور، لا نأخذ أي شيء من هنا، تمام، لا نحتاج أي شيء هنا. نقوم بعمل continue، تمام. بعدها نقوم باختيار طريقة الدفع، هنا طريقة الدفع الموجودة خاصة بكم. أنا أشتغل بالباي بال، لذلك أقوم بالدفع عن طريق الباي بال. يمكن استعمل أي شيء آخر هنا، البيتكوين والآيتكوين، تمام، والويب ماني بانك. أوكي، طيب بعدها تقوم بعمل I have checkout، تمام، أعتذر سيقوم بإزعاج، تمام. نقوم بعمل checkout، أوكي.
هناك فقط خطأ معين. طيب ستقوم فقط بإتمام عملية الشراء، ليس هناك عموشيب، تقوم بإتمام عملية الشراء ومبروك عليك. طيب سنذهب إلى السيرفر، المعلومات الخاصة بالسيرفر. بالنسبة للمعلومات فعندما تصلك تصلك على الإيميل، تمام. سأقوم بتفقد معلوماتي ونبدأ العمل. ما الذي سنحتاجه؟ سنحتاج إلى برنامج SCP. برنامج ويندوز SCP. وصراحة لا نحتاجه، سنحتاج فقط إلى أخذ تيرمينال ZOC تيرمينال. ها هو ZOC 8 تيرمينال. سأقوم بعمل أوفرير فتح لحظات. اعتذر. ZOC أوفرير. أوكي كلوز. سنقوم بمسح المعلومات، سنقوم بإضافة المعلومات الخاصة بالسيرفر الخاصة بنا، تمام. سنضع فايل تكست كما فعلنا بهذا الأمر. طيب سنقوم بأخذ هذا الفايل، سيسهل عن المأمورية، تمام. هذه المعلومات سنحتاج هذه المعلومات. كل ما سنقوم به سنذهب إلى الحساب خاص بنا بنيمشيب حتى نقوم بربط الدومين. ندخل إلى حسابي. سأختار هذا maidmail. سأقوم بمسح المعلومات الخاصة بي، معلومات سابقة إذا كانت موجودة فيه عليه، حتى نقوم بالاشتغال به. طيب سأمسح هذه الركود. كما ترون أذهب إلى Advanced DNS، تمام. بعدها نذهب إلى، تمام، حالا توصلت بالمعلومات، تمام. ها هي معلومات السيرفر التي سنستعملها. كما قلت سابقا وأركز عليه، سيرفر لينكس وليس ويندوز أو أي شيء آخر. سيرفر لينكس أوبانتو، يعني سيرفر لينكس أوبانتو. ها هي أكتبها أوبانتو 20.04، ستجدونه على الحسابات، ستجدونه بالموقع، تمام. أوبانتو 20.04، تمام. حالا سندخل الى الحساب الاي بي ادريس، تمام. نقوم بعمل كونكت، تمام، عمل لوجن. بعدها سنذهب الى اول كوماند لاين هكذا، كنترول سي كنترول في. نقوم بعمل انستال للسيستم، التشغيل للنظام التشغيل. سيحتاج الأمر ربع ساعة إن شاء الله، لن تجدها في الفيديو، ربع ساعة فقط أقولها لك حتى تعلم المدة الزمنية التي يستغرقها الإنستال، لكن سأقوم بخفضها من الفيديو، بتقطيعها من الفيديو أو القيام بتسريعها. تمام، انتهت التنصيب. سنقوم بالذهاب إلى الرابط الموجود هنا، نذهب إلى الرابط هنا كما ترون هكذا، نقوم بأخذه، نذهب إلى الحساب،
نقوم Advanced Accept. طيب بعدها نأخذ المعلومات الأكسس هنا root راح الباسورد remember save. هذه المراحل التي ترونها هنا سبق أن وضعتها في الفيديو السابق، ستجدون الرابط هنا في الأعلى أو يمكنكم أن تجدوا الرابط أسفل الفيديو لطريقة إنشاء SMTP server. طيب هنا سنقوم باختيار نفس العمل، لكننا سنقوم بعمل install لسكريبت Acelle Mail. هذا السكريبت هو موجود هنا في الموقع ب 64 دولار، نقدمه، يمكنك شراءه فقط $5. نقوم بإعطاك النسخة الأصلية المكركة، يعني نقوم بإزالة الليسوس كي، ويمكنك استعمالها بشكل يعني هذه النسخة 4.0، لدينا النسخة 4.0.24، هذه النسخة التي نتوفر عليها في آخر تحديث اللي هو 12 أكتوبر. هذا التحديث موجود $5 فقط. تمام، نتمم عملية الانستال، نقوم فقط بعمل next next next. نقوم بتسجيل دائما كما قلت سابقا في الفيديو السابق، نقوم بتسجيل جميع المعطيات التي نتوصل بها. نقوم بوضع ايميل بعدها سنأخذ اسم الدومين سنحتاجه في المرحلة التالية هكذا next. نأخذ كل ما كان أعلى كل ما كان أفضل، ولكن بالنسبة للكونفيجريشن الموجودة عندي في هذا السيرفر سأستعمل أقل كونفيجريشن ممكنة. تمام، سأخذ 1 جيجا بايت في ماي سكيول هيفلي يوز. هذه بالنسبة للداتابيس التي ستحتاجها من عمل، نقوم بوضع الدومين الخاص بنا أو نقوم بعمل سكيب تشيك فور زيرابيليتي. دونك بمحن الآن سنقوم فقط بعمل سكيب، سأقوم بإصلاح الأمر فيما بعد. تمام، آخر مرحلة. No thanks سكيب. نقوم بعمل next آخر مرة، نعمل recheck. يقوم بعمل ريتشيك للكونفيجريشن بشكل كامل، إذا كان كل شيء جيد سيقوم بإعتاد أن كل شيء جيد. تمام، كل شيء جيد، نقوم بالعودة ونقوم بإنشاء فيرتشوال سيرفر. أول شيء نقوم بعمل Add Virtual Server وهذا الدومين الخاص بنا، نقوم بأخذ دومين، هذا هو الباسورد، سنضع هذا الباسورد الخاص بنا. تمام، سنمسح هنا، نذهب الى SSL enable SSL ونترك الكونفيجريشن كما هي create server. سنقوم بانشاء سيرفر خاص بالدومين الخاص بنا.
سيعطينا على ما أظن سيعطينا SSL error. إذا أعطانا SSL error سنقوم بإصلاحها، ليس هناك أي مشكل. فقط تابع الفيديو ولا تقم بأي شيء آخر، تابع الفيديو من البداية حتى النهاية، بعد ذلك قم بالتطبيق المراحل شيئا فشيئا، لا تتسرع. كما قلت هذا الايرور التي سيعطونا، سنقوم بأخذها هكذا بهذا الشكل Ctrl C، وستجدون أنه موجود. سأقوم فقط هذا سابق، كما ترون هذا هو الأول W، سأقوم بإضافة ها و W كذلك موجود. Mail Admin الويب ميل كما ترون هي موجودة سابقا عندي. سنقوم بأخذ اسم فقط الدومين، ونأتي إلى Namecheap، نأتي إلى هنا الريكورد هكذا، نقوم بوضع أي ريكورد أروباس أوكي. هذا حتى نقوم بربط الدومين بالاي بي ادريس. بعدها نأتي ونضيف admin @arbas، نضيف record admin هكذا، نضيف record mail هكذا، نضيف web mail هكذا. تمام، نقوم بأخذ المدة، نضع فقط دقيقة، فقط دقيقة. تمام، أقوم بعمل Save All Change. جيد جدا، سنتركه بحاول حاليا. كما قلت سابقا سيعطي Error خاصة بالSSL، لا توجد أي مشكلة. سنقوم بعد أن أنشأ السيرفر، سنذهب إلى Server Configuration، ونذهب إلى SSL Certificate هكذا، نذهب إلى Let's Encrypt، ونقوم بعمل Request للCertificate. ثواني، وسيقوم بتثبيت الـ SSL Certificate. كما ترون قام بالتثبيت. شيء جيد. سنقوم بالذهاب إلى Return Virtual Detail، بعدها سنأخذ الرابط الخاص بي هنا بالـ SSL كما ترون هكذا، ونقوم بالدخول إلى الموقع لإكمال الـ Configuration. maidmail ثواني، نقوم بالترك. كما ترون الموقع موجود عليه SSL Certificate كما ترون هنا. نقوم بالدخول، نأخذ الباسورد الخاصة بالروت هكذا، نعمل سينجين أبديت، نقوم بإغلاق الصفحة السابقة. بالنسبة لمن يريد شراء هذه النسخة مع كوبون تخفيض، ستجدون بالنسبة لمن يريد شراءها بالنسخة الأصلية سيجد رابط مع التخفيض في الديسكريبشن. وإذا كنت تريد شراءها فقط $5، هي النسخة المكركة لكنها يعني تشتغل بشكل جيد ولا توجد فيها أي ثغرات، فتقدر أن تجدها على جوجل وأي شيء، لكن هي تتوفر على عدة ثغرات ولن تعمل معك. تمام، Virtual Server، سنقوم بعمل Edit كما ترون SSL، نقوم بعمل Edit User، سنقوم بإضافة User، نذهب إلى هنا، نقوم بإضافة هذا admin كما ترون admin، ثم add user هكذا admin، نكتب admin rename، نضع الباسورد كوتا، نرفع الكوتا الى 1 جيجا بايت، نذهب الى
create server, create, don't save. تمام، قمنا بوضع اليوزر. سنذهب الى انستال سكريبت. سنحتاج الى تفعيل الانستال سكريبت. سنحتاج الى راند كيوب. اولا سنقوم باضافه البي اتش بي ماي ادمن الى السيرفر. نضع البي اتش بي ماي ادمن، نقوم بعمل انستال. تمام، ناخذ الداتابيس. ها هي، اكيد انا امتلكها سابقا كما ترون. maidmail password. نقوم بكتابة هذه هي الداتابيس هكذا، maidmail والباسورد. سناخذ الباسورد، هي موجودة هنا كما ترونها. ها هي، اوكي، نعمل register. تمام، نذهب نعمل return. نقوم بإضافة سكريبت آخر، نقوم بإضافة round cube الخاص بإرسال الإيميلات. تمام، هكذا نعمل show install option. نقوم بعمل install now. ندخل الى راوند كيوب من خلال هذا الرابط هكذا، هو الدومين زائد اسم راوند كيوب. نقوم بالدخول الى حسابنا، اتي الى ادمن، ها هي المعلومات. ندخل من هنا، نعمل انتر كما ترون. ها هو، سنقوم باصلاح الخلل الخاص بالإرسال. سنأتي إلى راوند كيوب. سبق وشرحت كل هذه المراحل في الفيديو السابق. كل ما في الأمر أنه إذا أردت القيام بفيديو جديد أشرح فيه فقط عملية الإنستال الخاصة بالبي اتش بي سكريبت، هناك من سيجد الفيديو الأول وهناك من سيجد الفيديو الثاني. لذلك أعتذر إذا كنت شاهدت الفيديو السابق. قم فقط بتجاوز كل هذه المراحل واذهب مباشرة نحو الانستال. أو أما إذا كنت جئت أول مرة تجد هذا الفيديو، يعني أول مرة وصلت إلى هذا الفيديو، فتابع المراحل بشكل كامل. ندخل إلى config، هناك error، سأشرح الإيرور. نعمل فقط هكذا، سأقوم بإرسال رسالة. أو جيميل، أنا بدي جيميل. أنا متذكر من حاسوبي. سأقوم بعمل hello، ما hello. نقوم بعمل send أو إرسال. كما ترون هنا error. إصلاح الإرور كمان، فقط تابع معي. نأتي إلى هذا الفايل ب config encphp. نقوم بمسح هذا الكتابة هذا. هكذا فقط، هكذا، ونعمل save. اوكي، نأتي مرة اخرى ونعمل ارسال. كما ترون ها هو الارسال، جيميل. ندخل على فولدر الخاص بالسبام. كما ترون ها هي الرسالة وصلتني، كما ترون هنا. بعدها سنقوم بحالا سنقوم برفع السكريبت الخاص بي. نرجع الى public html هكذا، نقوم بمسح هذه الفايلات لا نحتاجها.
هكذا. نترك فقط phpMyAdmin و round queue ونعمل spring هكذا. بعدها سنقوم برفع الملف نأتي إلى هنا file upload to current folder. قد لاحظت بينما ينتهي separation. الإنترنت ضعيف شيئا ما. نأتي إلى هنا upload to current folder. أذهب إلى الفايل الموجود. نأتي إلى هنا. نأتي إلى هنا. هذا هو الملف الخاص بالفيرجن 4 كما ترون حجمه 164 ميجا بايت. نقوم بتحميل الفايل upload. الفايل سيأخذ وقت تقريبا نصف ساعة أو أكثر من أجل التحميل. في هذه الأثناء سأقوم بتسريع الفيديو طبعا حتى لا يكون الوقت يعني بدون منفعة. يعني كلما كان الفايل كبير كلما كان مدة التحميل كبيرة جدا. تم الانتهاء من رفع الملف. كل ما سنفعله الآن هو عمل extract هكذا. تمام. نأتي إلى الحساب هكذا ونعمل install بهذا الشكل. تمام. بالنسبة لهذه الأمور أن المغير موجودة هنا سنأتي إلى ملف آخر سأقوم بإضافته هنا. سنقوم أريكم طريقة لكي تبحثوا عن لتقوم فقط بإدخال هذه المعلومات. سنصلح هذه الإرور. بالنسبة للكوماند لاين التي سنحتاجها الآن سأقوم بعمل باست هنا. تمام. ها هي ستجدونها في الديسكريبشن طبيعة الحال. بالنسبة للايمار اكستنشن سنقوم بأخذ هذه الكوماند لاين هكذا. نأتي إلى البرنامج ونقوم بإعادة الدخول إلى التطبيق. نعمل انتر. كما ترون بدأت عملية الانستال. نضيف الاسكيولايت 3 هكذا. هذه هي الكوماند لاين الخاصة به ويبقى لنا هذا آخر واحد هو هذا. كنترول في انتر. ثم نقوم في آخر الأمر نقوم بعمل ريبوت للسيرفر. طبعا فقط تنتهي عملية الانستاليشن. ننتظر لحظات حتى تكتمل عملية الانستال. الأمر كما ترون هو سهل. نكتب ريبوت هكذا ونعمل انتر. كما ترون عمل ديسكونكت. نذهب إلى هنا ريتم يقوم بإعادة عملية الريستار أو عملية الروبوت إعادة الإشعاع الخاصة بالسيرفر. ثواني ننتظر. إذا اتبعت المراحل التي أشرحها هنا بالتفصيل سيعمل معك السكريبت بطبيعة الحال. هذا يخص أي عملية انستال. يعني إذا توفرت على أي سكريبت معين تقوم بنفس البروسيس. تقوم بانستال للفيرتوال مين. الفيرتوال مين غرضه هو عبارة عن سي بانل خاصة بالسيرفر. كما ترون تم إصلاح جميع الايرورز. يمكننا الذهاب إلى next.
تمام سايت نيم سأقوم بعمل هكذا ببساطة ميد ميل كيورد عمل ميد ميل هكذا. يمكنك كتابة أي شيء تريدون. بالنسبة لي أنا فقط أريك بالنسبة للكود الخاص بالليسنس فهو محذوف، ذلك ستقوم بالشغل بشكل مباشر. بالنسبة للفايل نيم سنقوم بعمل إيمي هكذا، ستقوم بإدخال معلوماتك الخاصة كما تريدها. أقوم بإدخال الإيميل، بالنسبة لي سأرى إذا كانت هذه الباسورد هي. تمام. تأتي إلى ساند ميل، نتركها كما هي from إيميل from إيميل هكذا أعتقد. نأخذ هذا from إيميل و from name سيكون هو هكذا، أو يمكنك كتابة أي شيء تريده. نعمل next. هناك error. هنا نقوم بعمل مثلا أنا من المغرب كازابلانكا، نأخذ الباسورد الموجود هنا. تمام next. نقوم بإدخال الداتابيس هي local host user name، سنأخذ اليوزر نيم هو هذا اليوزر نيم هكذا كنترول سي كنترول في. الباسورد هذه هي الباسورد خاصة بالداتابيس. بالنسبة للداتابيس التي اشتغلنا عليها فهذه هي الداتابيس، نقوم بعمل داتابيس هكذا ونعمل سيف. هناك ايرور، اصلاح الايرور هنا سهل، نقوم فقط بالذهاب الى edit user هكذا، نذهب الى هذا اليوزر، يجب ان نعطيه ما يسمى بالبريفيليج. سنأتي الى الكوتا، نقوم بالكوتا هي جيدة، نذهب الى البيرميشن. بالنسبة للبيرميشن سنقوم باخذ ايميل and FTP ونقوم بالكليك هنا وكليك هنا وكليك هنا حتى نعطيه البيرميشن لاستعمال الداتابيس. تمام نعمل سيف ثواني، ثم نعود الى الداتابيس كما رايناها وناخذ الباسورد الخاصه بنا، ممكن نعيدها هكذا كما ترون كل معلومات، فقط نضيف الباسورد ونعمل سيف كما ترون كل شيء مر. نعمل next، نعمل هكذا مثلا هكذا كل شيء كل مرة، هذا ما يحصل عندما تخطئ في الباسورد. نقوم بأخذ هذا كاتب لانكا from email هكذا from email، نعمل next local host كما قلنا سابقا user name و admin maidmail password، نتأكد من الباسورد هكذا database، ها هي database، نعمل save، نقوم بعمل setup database هكذا. تمام نقوم بعمل check and save. تمام نعمل اعتذر check and save، نعمل next. تمام ندخل الى هنا الحساب خاص بنا كما ترون، هو سبق وان قمت بالعملية سابقا كما ترون، هنا دخلنا كما ترون. تمام كل شيء كما ترون، هنا الكاستمر
هكذا. يعني كما ترون هذه المعلومات. بالنسبة للساندن سنقوم بعمل ساندن سيرفر. نيو سيرفر هكذا. كما ترون هذا ما يوجد في السيرفر ساند ميل او اي شيء تتوفر على SMTP سبارك بوست سبارك بوست API إلاستيك إيميل مايلغان سانجريد أمازون SMTP. هذه كلها أدوات يمكن استعمالها لإرسال الإيميلات. إخواتي شكرا لكم على على متابعتي لهذا الفيديو كيف شرحت لكم طريقة تنصيب سكريبت الخاص بأسل مايل وهو خاص بالإيميل ماركتين. رابط شراء النسخة الأصلية خاصة بنوت كانيون مع تخفيض بونس تخفيض ستجدونه في الديسكريبشن. إذا كنت تريد شراء النسخة المكركة أو التي تعمل التي لا تتوفر على باسورد يعني على السيريال اكتيفيشن وتشتغل بشكل جيد وفيكسد 100% ستجدونها في تحتاج فقط للتواصل معي مباشرة على معلومات التواصل الموجودة في الديسكريبشن الخاصة بالفيديو. شكرا لكم على المتابعة. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم بالشكل الذي تحتاجون إليه لبدء الاشتغال بالإيميل ماركتينج. بالنسبة للفيديو القادم إن شاء الله سيكون شرح مفصل لكيفية التعامل والقيام بأول إرسال الخاص بإرسال أول إيميل من خلال هذا الموقع أو هذا الحساب الخاص بكم. شيء آخر، يمكنك تنصيب هذا البرنامج واستعماله فيما يخص، يمكنك بيع السيرفيس الخاص بإرسال الإيميلات، يمكنك استعمال هذا المسألة. يمكنك الذهاب فقط إلى بلان وستجد هذه المعلومات. كما ترون ستحتاج إلى تنصيب، سنقوم بتنصيب كل المعلومات الخاصة بعملية تفعيل الحساب وإرسال أول كومبين بهذا البرنامج. شكرا لكم على المتابعة. لا تنسوا لايك، لا تنسوا نعم التعليق، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائك إذا أعجبك هذا المحتوى. لا تنسوا أنه يمكنك عمل دونيشن على هذا الإيميل. إذا أحببت المحتوى تقوم فقط بعمل دونيشن بأي مبلغ تريد إذا استفدت منه بالشكل الذي تحب وتريد. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في الفيديو.